مهندس خارج الشطر هعمل ايه بقى فيه؟ ما هو انا دلوقتي العمل يغلب عليه طابع التوثيق انه يا جماعة ده اللي حصل بشهادة شهود وهذه اللقطات الأرشيفية في الآخر بتقول لكم اهو صدق ما نقول، وفي من البداية الدولة داخلة بثقلها في المشروع عشان تدي مصداقية اللي بيحصل. يبقى انا مش هقدر اعمل شخصية فانتازية يعني بره الموضوع خالص. طب اعمل ايه؟ الناس شافت منه قد ايه وعرفت منه قد ايه؟ وانهي ناس؟ هو احنا في ناس ما تعرفوش خالص، ما بتعرفش اخواننا، وفي ناس مش اخوان لكن على علاقات لطيفه معاهم، فممكن جدا يتشهر لهم فيبقوا شافوه كويس. قلت اعمل ايه؟ انا قعدت بقى المره دي قلت انا هذاكر كالتالي. جبت 3 لقاءات للمهندس خالد الشطر طويله بيتكلم كتير تلفزيونيه ويتخللها بعض حاجات، وبيتكلم في مؤتمر مثلا وبيتكلم في بعض الكليبات صغيره حوالين لما قال ايه في المحكمه مثلا لما اتنرفز وقال ايه في الناس، والكثير من الفوتوغرافيا. بحب الفوتوغرافيا جدا جدا في التمثيل كمان بالذات، يعني بحبها عموما. بحب فكره ان اللحظه دي مش تيجي تاني ومفيش حاجه تشغلك عنها. الموشن بيكتشر دايما يعني سواء فيديو او سينما بيحسسك يعني بيبقى فيه بهرجان لون وحركه وحركه الكاميرا مع حركه الممثلين في بهرجه كده كبيره تخليك تروح في 100 حاجه، ويمكن مخك يشتغل اكتر في افكار كتير، بس في الفوتوغرافيا مش يشتغل اكتر، بيشتغل اعمق، يعني تروح في نقطه واحده تقعد معاها كتير. فده اللي حسيته انه احط بقى الصور بتاعته كلها واتفرج عليها. في حاجه بقى بالمناسبه دي ولكن كانت على الهامش، يعني الحاجات الاختراعات الجديده برضه الاجيال بتطلع بافتكاسات عجيبه. الجي اي اف ده اللي هو الصوره اللي بتقعد تتكرر دي، يعني فكره غريبه جدا بس عملت حاجه برضه. ده فاهم قصدي؟ فكره الصوره اللي بتتكرر كتير والصوره اللي عليها كتابه المهم ان هي كل الابداعات دي مهمه لاثراء الخيال. انا بحاول بقى كنت بس قلت انا هعمل ده، وساعات بعمل حاجه تانية بخلي الشخصيه اللي انا بتفرج عليها تتكلم في لقاء مثلا تلفزيون يطفي الصوت واتفرج على بيتحرك ازاي، لان الجسد لا يكذب وساعات وشك يكشفك بتعمله. عملت ده سيشن مع نفسي كده اقول مثلا 12 ساعه انا بعرف اقفل كويس على نفسي المكتب واقعد لغايه ما ينادوني او يستغيثوا او يطلبوا من البوليس يعني. خلاص ده. وكان ليا واحد اعرفه يعني حصل ان هو شاف واكثر من مره المهندس خالد، وكنا اتفقنا نتقابل مع بعض ويحكي لي. اول ما خلصت له قلت مش هروح لاي ريفرنس تاني ومش هسمع حد تاني، ولغيت الميعاد مع الراجل يعني اعتذرت عنه. قلت خلاص انا كده الاساسي وصل لي. بدور على ايه؟ بدور على ان انا افهم كيف يتحرك وكيف يسير، مش يتحرك كده يعني دماغه رايحه فين؟ يعني البرنامج اللي جوه ده ازاي؟ تمام؟ لانه احنا دايما كبشر بنميل اننا نبقى في نسق، يعني خالد فرج بيتحرك بطريقه مشابهه للي بيتكلم بيها، مشابهه لملامح وشه، مشابهه لالوان هدومه، مشابهه لشغلته كده. لو راح خالد فجاه في النص عامل حاجه بتاعت واحد تاني انت على طول بتقول ده مش هو مش في وعيه، ولا هو فقد وعيه خالص، ولا هو يعني صح؟ في نسق للامور. النسق ده احنا كبشر بنميل اليه دايما، يعني عايزين نظام عشان نفهم العالم، عايزين نظام عشان نفهم انفسنا، لدرجه ان احنا مثلا بنعمل ابراج عشان نفهم بعض، يعني انت برج ايه؟ عشان يقرب، انا قاعد احتفظ فيك كتير، ما تقول لي انت انهي واحد من ال 12 كده يعني. ف
متى فهمت مش فهمت، خلينا نقول عشان ما بقاش شكلها حاجة كأنه واحد بروفيسير بيتكلم، لا كفنان بوصلها بقلبي.